هذه بعض الأحكام المختصرة بأدلتها الشرعية عن صلاة الجمعة. خامساً، الإنسان إذا أتى إلى الجمعة فليحرص على أن يحضر إليها ماشياً إن تيسر، أن يحضر إليها ماشياً إن تيسر له ذلك، ويدنو من الإمام. بعض الناس يأتي مبكراً وإذا به في الصفوف الأخيرة، بل لتدنو من الإمام لتحصل على هذا الأجر. في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وأيضاً هو في المسند قال صلى الله عليه وآله، وهو عند الترمذي، لكن المقصود من ذلك الرواية التي أذكرها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى، هنا موضع الشاهد، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، هذا هو الشاهد الثاني، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلق، كان له بكل خطوة أجر سنة، أجر صيامها وقيامها.